فين الاكسس بتاع الساي، بشوف بدايتي فين، اسك ديشن تو نعمل كومبليت فليكشن، اعمل كومبليت فليكشن اوصل. ها وصل للكومبليت فليكشن، عملت حركه الموف الارم بحيث ان هو يكون بارل برضو نفس بنفس الطريقه بارل للتون اكسس بتاع الساي، وبعدين اشوف نهايتي فين، طرحت او جمعت التورنجز من بعض عرفت رينج كان كام. ده الفليكشن واكستنشن. الابدكشن والادكشن على الفالكر بتاعي بي على انتيريور سوبيريور اليك سباين، الموفبل ارم هيبقى بارل للتون اكسس بتاع الترنك دايركتد ابورد. بالنسبه للموف الارم هيبقى بارل للتون اكسس بتاع الساي، طبعا هو هيبقى بادئ من نيوترال. انا عايز اعمل ابدكشن، هاسك الديشنت ان هو بيعمل كومبليت ابدكشن، سي بادئ من الزيرو، اعمل كومبليت ابدكشن، اعمل كومبليت ابدكشن ما شاء الله. ايوه ابتديت اوصل، كان بادئ من الزيرو دلوقتي وصل لل 30، يبقى ده 30 ديجريز. اوكي لو عايز اعمل ابدكشن لازم اخد الليمب الثانيه في ابدكشن عشان الديشنت مفيش حاجه تعوق الحركه. حد هيقول لي طب ما يرفعها ويعديها الناحيه الثانيه، حد هيقول لي ارفعها ويعديها الجينيومتر، الجينيومتر ادخل فيها الماسل ويكنس كعامل، ممكن يكون عنده الماسل ويك فمش قادر يرفع عشان يعديها، فانا اتفادى اي احتمالات تخش معايا في الرينج. تمام يا شباب؟ يبقى افضل عشان اعمل ادكشن لازم اعمل ادكشن في الرجل التالت، واجيبها من نيوترال اكسنا وانترنال روتيشن. اقعد كده يا عبد العزيز، اقعد كمل ولا اكسنا وانترنال روتيشن يا شباب. الفالكرم بتاع التيبيال تجوستي اهو برضو بحدد احط بوينت الفالكرم. اوكي بالنسبه للموفبل ارم والفيكسد ارم ممكن يبقوا الاثنين بارل، الموفبل ارم يبقى بيربنديكولار على الجراوند وممكن يبقى دايركتد ابورد توورد ذا سيلينج ايا كان، ممكن دي وممكن دي. الموفبل ارم هيبقى بارل للمتل اكس بتاع التيبيا للشفت بتاع التيبيا، بارل على الشفت بتاع التيبيا بالظبط. البيشنت اسك البيشنت تعمل لي مثلا سي، انا هبدا بالانترنال روتيشن، شفت بدايتي 2 ديجريز، هو البيشنت تعمل لي انترنال روتيشن من الانترنال روتيشن، لا انترنال روتيشن نخلي بالنا يا جماعه من انترنال واكسترنال روتيشن. ها استنى شو العكس؟ ايوه بالظبط. ليه؟ لان احنا بنبص لهيد اوف فيما فوق مرتبه برضه بارل للشفت بتاع التيبيا. اه طيب وصلت ل 35. طب اعملها تاني ايه 47. لو انا عملتها فوق كده ممكن اكثر شويه عن الانجل بالظبط، فهي الافضل تبقى بيربنديكولار على الجراوند، لان لما انت تيجي تبص لها ان ريليشن تو ذا جراوند تقدر تحكمها عن وتيجي تبص لها بالنسبه للسقف، مش هتبص لها بس كلها صح صح؟ الاثنين صح. دكتور الاثنين صح، بسمي اللي عليها كنترول كويس. نقول يمكن الفيكس ده مصر افضل عشان ماشي، مش عايز تعملها كده ماشي تعملها كده ماشي، بس هي النقطة اللي بتعملها بيربنديكولار على الجراوند يا شباب تقدر تحكم اكتر، تقدر تحكم عليها ان هي عموديه اكتر، لكن كده ممكن تعمل انجل بسيطه انت مش واخد بالك منها. صح سنه وانتين روتيشن فيها مشكله. نعرف يا شباب المكان اسمه دكتور المكان الفالكرم، الفالكرم مع تيبل توبروستي. انت بتعمل طبعا تحط ماركة هنا تيبل توبروستي وتحط الفالكرم عليها. القلم يا شباب دي القلم هنا حطه عايز ما يحتاجش عشان التلفزيون بيصور. كان في تلفزيون بيصور خلاص. فالكرم ده تيبل تبروستي اهو، ده تيبل تبروستي هي ما شاء الله من علامات الصلاه، بيطلع بيرس هنا او السكين بيبقى فيها تشينج الكالر عليه، تحط طبعا الافضل تبقى المارك كبيره شويه يبقى كده تمام. طب ده بالنسبة لي الأنكل والسبتيل أو الأنكل والني ما شفتهاش. عايزين ني؟ نحتاج